هنلاقي كلمات من اللي احنا اتعلمناها موجودة هنا تاني، هنشوفها بشكل مختلف. السيدة اللي قدامنا اسمها نفر حتة اس، وهنا لفظ أو الكلمة المحترمة. المصري القديم كان حلمه أن يمتلك مقبرة يسجل عليها ألقابه واسمه ووظائفه، وفيه لقب يدي صفة مميزة جدا للمحترم صاحب المقبرة اسمه إيماخو. هنلاقي عبارات كان بيستخدمها المصري القديم شبه العبارات اللي احنا لسه بنستخدمها دلوقتي: فليسكنه فسيح جناته، فليذهب هو إلى أماكن الجميلة والغرب الجميل. استخدم المصري القديم لقب إيماخو علشان يقول بيها لقب المحترم أو المبجل، أو زي الصيغة اللي احنا بنستخدمها المغفور له. دايماً كلمة إيماخو بيستخدمها المصري القديم مع المتوفى. لقب إيماخو معناه المحترم أو المبجل، استخدمه المصري القديم علشان يبجل به شخص توفى، وهو لقب أشبه باللي بنستخدمه الآن زي المرحوم أو المغفور له.